الحقيقة دايماً السؤال اللي واحد بيواجهه مع الناس يقول لك اكتشف ازاي مرض الكلى وايه علامات امراض الكلى. الحقيقة الاكتشاف ساعات بيبقى سهل في حالات اللي يكون فيها الألم من العلامات الواضحة في مرض الكلى زي وجود حصاوي مثلا أو التهابات وحرقان في البول، لكن مش هو ده المهم، لأن ده مش المرض الخطير اللي بيأثر على كفاءة الكلى ومسار الأمور. الأهم الأمراض اللي هي بتبقى تؤدي إلى خصول كلوي أو فشل كلوي، والأمراض دي نوعين، يا إما الإنسان ده عنده مرض بعيد عن الكلى ويأثر على الكلى زي مريض الضغط اللي بياخد الدواء يوم ويسيبه 10، أو يقول لك أنا باخد الدواء الضغط لكن مش مهم دواء الضغط اللي بتاخده، مهم ضغطك اتظبط ولا لأ، مش مهم اسم الدواء، أحسن دواء للضغط بتاع المريض هو الضغط اللي ظبط الدواء، اسمه إيه مش مهم. عنده سكر ويقول لك أصل النهارده نسيت آخد العلاج. ففي ده اللي هي الأمراض اللي بتبقى في الجسم أساساً، والكلى بتبقى ضحية المرض اللي في الجسم اللي أهمله المريض اللي تجاهل ضغطه أو سكره أو عنده أحمض البوليك عالي أو حاجات كتير تبقى موجودة في الجسم وبالتالي تتأثر على الكلى سنوياً. ده الجزء اللي يبقى فيه أقدر ألوم العيان، لكن في أوقات تانية اللي هي أمراض بتيجي على الكلى على طول زي أمراض التهاب الكلى المناعية، أو ساعات ضمور في الكلى بيحصل بدون سبب واضح، ده بيجي ومحدش يحس بيه. العيان فجأة لغاية السنة اللي فاتت كان عامل تحليل وما عندوش حاجة، فجأة قالوا له ده تحليل الكلى بقت ضعيفة، الحق عندك الزلال في البول. فدي الأمراض اللي هو مفيش ذنب للمريض إنه أهمل في حاجة هي جات له كده. واكتشافها ساعات بيبقى العيان محظوظ لأنه بالصدفة بيروح يحلل بول يقول له أنت عندك زلال، أو ساعات العيان ما بقاش واخد باله فجأة الدنيا تتقدم بعد 4-5 سنين. من هنا لتجنب هذه الملابسات اللي ساعات تبقى ضد العيان أو في صف العيان، إنك أنت تبقى تعمل تشيك أب من آن لآخر. وعلى فكرة من أسهل الحاجات اللي هي تكتشف أمراض الكلى أرخص تحليل في الدنيا تحليل البول. وساعات بلاقي عيان عامل أشعة صوتية وأشعة تلفزيونية وأشعة مش عارف إيه ويقول ما عملش تحليل بول، مع إنه تحليل البول اللي هو بيبقى بشوية جينات خفيفة ممكن ينقط 70% من الأمراض الزلالية، وبعد كده ممكن يعمل تحليل دم بوظائف الكلى برضه بأرخص ما يمكن. إذن عمل التشيك أب أو الكشف المبكر كل 2 سنين كل 3، وإذا حصل إن لقينا حاجة متغيرة أو فيها مهزوزة نتيجة شوية زلال ما نتجاهلهمش، نخلي مدة المسافة بتاعة المتابعة أو التشيك أب تقصر بدل 3 سنين 2 سنة وهلم جرى. السؤال تاني يقول لك ازاي اتجنب او اعمل وقايه من امراض الكلى. الشيء الوحيد اللي ممكن اقدر العيان يتخذه او الدكتور ينصح بيه تجنب اخذان الادويه عمال على بطال وبالذات المسكنات. وللعجب او للصدف، وانا بالصدفه بتكلم عن النهارده على الكلام ده، انا الاسبوع اللي فات شفت 2 منهم، واحد طبيب زميل وراجل على قدر كبير من المعرفة، والتاني إنسان عادي يجوز مش حلومه. الاتنين خدوا مسكنات، حقنة مسكن بدون ذكر اسمها اللي كل الناس بتاخدها ساعة ما ظهره يوجعه ولا يجيله إنفلونزا، وأدى إلى حدوث فشل كلوي حاد. حقيقة التشخيص مبكر تمكننا وقدرنا وادينا له علاج وصلح، لكن في عيان تاني ممكن ما يصلحش. إذن أهم شيء عدم استعمال الأدوية
بطريقة جزافية وبدون إرشاد، وبالتالي أهم نقطة تجنب المسكنات، لأن إحنا في الحقيقة لغاية دلوقتي ما عندناش قانون يمنع الأجزخانات من صرف الأدوية إلا من طبيب معتمد مسجل في نقابة الأطباء. الشيء المتبع في بلاد العالم مفيش حاجة اسمها أروح أشتري دواء من عضف أي أجزخانة، ده غلط. لابد الأدوية تصرف بحساب من واحد على قدم المعرفة، نتجنب استعمال الأدوية لنعملها. الحاجة التانية، الموضة الجديدة الأعشاب اللي طالعين فيها. الحقيقة حاجة محزنة إنه كلمة الأعشاب دي يجوز بعض الأعشاب بيبقى ليها فايدة، لكن هي عمرها ما تبقى نوع واحد، ده خليط من الحاجات نعرف بعضها وما نعرفش بعضها تاني. وتبص تلاقي العيان جاي يقول لك أنا خدت الأعشاب دي واسمها إيه ما أعرفش، ومين اللي اداها لك يقول لك أصل ما أعرفش مين قال لمين وجابها من عند مين عطار، وربما من بعض الزملاء بيعملوا حاجات زي كده. ما نسمعش كلام حد إلا إنسان على قدر من العلم والثقافة والتخصص. النهاردة مفيش حاجة اسمها أنا كطبيب أفهم في كل حاجة، كل حاجة لها تخصص وكل عضو ليه الاستشاري بتاعه. أنا مش عاوز أعقد الدنيا وأقولك إنه بعد كده هيبقى فيه سب سبيشياليتيز لكل تخصص. الكلى دي بعد كده هيقولك متخصص أمراض، متخصص زرع كلى، متخصص غسيل كلى. إحنا لغاية دلوقتي على مرحلة إنه بنعالج الكلى ويجوز الحاجات الصغيرة اللي تحتيها بتضمها، لكن مستقبلا يجوز إن مش هتبقى أمراض الكلى ده استشاري واحد ثلاثة أربعة. بيبقى دايما اتجه للمتخصص عشان أضمن إن الدواء اللي بيديهوني فعلا لمصلحتي، وإذا ما صلحنيش على الأقل ما يأذنيش. آخر كلمة هو ما تسمعش كلام الناس العامة يقول لك أصل فلان الدكتور اداله الدواء الفلاني وتحسن عليه تروح واخد منه اسم الدواء وتبلبعه انت. طب ما هو انت عارف فلان ده عنده مرض ايه؟ فهي مش يقول لك أصل الدكتور قال له كليتك، كليه ايه؟ فمبدأ الحكاية الطب اللي هو بيتنقل بالتليفونات والأوراق سواء بين العيانين أو من الدكاترة المتخصصين أو من الصيادلة اللي بيبيعوا الأدوية بدون تدقيق لمين اللي بياخدها وعشان إيه بياخدها، بيسبب لنا مشاكل كتير، وأتعشم إن إحنا نتجنبها، توفر علينا كتير من الوقت والمال والصحة.